حاجب مهرجان المشماش اليوم الافتتاح. نستقبله مباشرة معنا سي محمد الطيب الشمانجي رئيس المهرجان اللي نقوله له عسلامة ومرحبا ونورت موجات الإذاعة الوطنية. عسلامة ومرحبا بكم أنتم اللي نورتونا بالمداخلة بتاعكم هذه باش نحكيه على المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته ثانية وإن شاء الله نفيدوا بلادنا بمثل هذه المبادرات. مرحبا شكرا لك على قبول الدعوة سي طيب. إذن مهرجان المشمش أو المشمش كما قلت أنت الاحتفال بالصابة وفرصة للاستمتاع بالعروض الثقافية والفنية المتنوعة هكا ولا؟ بالفعل هو المهرجان الدولي المشمش بحجب العيون ما جاش من فراغ لأنه حجب العيون فيها إنتاج كبير متاع مشماش يقدر ب 3200 طن ويمكن السنة يوصل ل 4000 طن موزعة على 640 هكتار. ما شاء الله مؤسسة الدريم اللي هي بعثت المهرجان هذا قالت علاش ليها الثروة المحلية هذه تنعكس إيجابا على المنطقة لأنه حجب العيون منطقة فلاحية بالأساس فيها المشمش وفيها عديد المنتوجات الأخرى. اليوم لما يتم ربط الصيدة بين الفلاحين والمهندسين في علاقة بالإرشاد الفلاحي وفي علاقة بالجانب التنموي لأنه الثروة هذه لازمها تكون عندها أبعاد تنموية واقتصادية واجتماعية وثقافية. هذاك علاش المهرجان تم بعثه من السنة الفارطة وسنة الدورة الثانية متنوعة الحقيقة تمتد على 5 أيام. اليوم كان الافتتاح بالمنتزه البلدي بحاجب العيون حضروا فيها عديد المسؤولين الجهويين حضر فيه السيد المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية القيروان. كان فيه تفاعل مع الحاضرين في علاقة بأهمية هذه التظاهرات لخلق تنمية محلية. اليوم أطلقنا المسابقة الثقافية مسابقة تصميم أفضل مجسم لمدخل مدينة حاجب العيون. قلنا علاش ليه مفترق مدينة حاجب العيون في الطريق الوطني عدد 3 يكون عنده علاقة بالمشماش باش اللي يتعدى يعرف ان هذه حاجب العيون منطقة تتميز بالمشماش. كان فما عرض تنشيطي للحاضرين والأطفال بالأساس. أنا قاعدين نشوفه في الصور مباشرة على شاشة الإذاعة الوطنية. أي تفضل واصل. بالعادة والعصية قمنا بزيارات ميدانية لحقول المشماش يتواصل المهرجان نهار الأحد. أعطيكم فكرة على بقية البرنامج نوا فيه. أي طبعا غدوة عنا لقاء حواري حول آليات مرافقة الشباب في مجال ريادة الأعمال وبعض المشاريع في إطار مشروع نبني تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة بتونس بدار الشباب إن شاء الله. معاه في نفس الوقت دورة تكوينية في التصوير الفوتوغرافي. قلنا نعطيه الفرصة للشباب المغروم بالتصوير الفوتوغرافي انه يخرج لحقول المشماش وياخذ صور ويوثقها على التواصل الاجتماعي. العشية ان شاء الله بالشراكة مع البريد التونسي عنا معرض التوابع البريدية الثراء الطبيعي للبلاد التونسية. نهار الجمعة يكون فيه ندوات في الصباح في دار الثقافة. الندوة العلمية الاولى حول الممارسات الجيدة في غراسة المشمش والترشيد في الري وحكمة المياه. الجلسة الثانية على النشر التلقائي للمعلومات حول الأثر البيئي اللي يتفعل لحكم قطاع المياه والمحيط. ولقاء حواري حول التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة والتعريف بآليات الدعم والتمويل والمرافقة وفرص التسويق الشبكي ورقمنة الموروث الثقافي في دار الثقافة. هذا في إطار الاحتفال بشهر تراث. عشية إن شاء الله خلف إعدادية حاجب العيون عنا عروض فروسية وسباق خيل معاهم عرض الفزعة لفرقة أولاد النجع للإبداع الشعبي للشاعر المباركي المطيري جابر ومباريات في الرماية لبنادق صيد. نهار السبت باش يكون البرنامج في حقول المشماش بورشات فنية تصميمية للأطفال بالاعتماد على بذور المشماش. فما حصة يوغا في الطبيعة والموسيقى الثقافية المنتوجات المحلية المرتكزة على المشمش. نعرفوا أنه المشمش يجي منه الحلو يجي منه العصير يجي منه المعجون يجي منه المرتبات بكل أنواعها بتصير مسابقة. والعشية تتواصل عروض الفروسية وسباق الخيل خلف الإعدادية. نهار لحد اللي هو اليوم الختامي نهار 19 في حقول المشمش بالشوهنية والجديعات. عنا المعرض الاقتصادي الاجتماعي التضامني وهذه فرصة من جمعية مؤسسة دريم للحرفيات والحرفيين اللي عندهم مشاريع صغرى أو مبادرات تنموية صغيرة والحرفيين والحرفيات إنهم يسوقوا المنتوج متاعهم ويبيعوه. فوفرنا لهم فضاء مجانا بهدف إنهم
يسوقوا للمنتوج نتاعهم. عندنا حصة تصوير ملكات الجمال، عندنا عرض لباس الحايك، عرض لباس المالية، عندنا عرض فروسية مداوري للفنان منصف العايدي الفارس، وجولة الدراجات الهوائية. برنامج حبيناه متنوع يشمل كل الشرائح العمرية، وفيه برشا فقرات مختلفة الحقيقة، ممتاز مع هذه الدورة هذه ياسر بيا. نحب نستغل وجودك معنا سي الطيب ونسألك على شنو الفرق في مشماش حاجب العيون عن بقية المشماش في مناطق أخرى، يقولوا عنده حاجة خاصة مشماش حاجب العيون. الحقيقة معناتها حسب الدراسات اللي قامت بها وزارة الفلاحة اليوم الأمور العلمية، المناخ بتاع حاجب العيون ينتج مشماش حلو، لأنه الماء في حاجب العيون حلو برشا، التربة والمناخ يلائم شجرة المشماش باش تعطي منتوج ممتاز. الإنتاج وفير في حاجب العيون. اليوم معناتها باش نحكي لك حاجة أنا أول مرة نتعرض لها في حياتي، لما خرجنا في زيارة لحقول المشماش نلقاو جزء من شجرة المشماش مكسر، معناتها العدقة متكسرت. كيف سألنا الفلاح قلنا له شبيه هذه تكسرت، قال لي أنه رزمنا عليها المشماش ما شاء الله معناتها ما شاء الله، إنتاج وفير جدا. معناتها أنا قلت لك بعيني هذه أول مرة نشوفها في حياتي، يعني ولد حاجب العيون ولد المشماش ما شاء أول الله. مرة شفتها معناتها إنتاج. ربي يزيدكم من خير وإن شاء الله. إن شاء الله هو احنا نحبوا نثمنوها المنتوج هذا، ونحبوا الفلاحة يهتموا بالمشماش ويطوروه ويمشيوا في فلاحة بيولوجية اللي تكون معناتها معدة جزء منها للتصدير باش يبعث عملة صعبة للبلاد التونسية وتساهم في ميزانية الدولة وتساهم في الحركة الاقتصادية داخليا وخارجيا. يعطيك الصحة سي محمد طيب الشمانجي، نعرف انت توا لاهي معناتها في المهرجان، واحنا خذيناك من خضم الاحتفال في هذا اليوم الافتتاحي. ان شاء الله ربي معاكم وربي يوفقكم والف تحية. يعيشك. قلت لي انت الإذاعة الوطنية والعشرة متاع الليل، قلت لك الله يبارك، الإذاعة الوطنية الإذاعة الأم، هذيك هي صوتنا، وان شاء الله المتابعين واللي تابعوا في البرنامج نتاعك يجيوا الحاجب العيون، مازال عندكم حتىش نهار لحد. مرحبا بكم، يمشيوا منه المهرجان. يتابعوا المهرجان ومنهم يتسوقوا ويذوقوا مشماش حاجب العيون. انا شخصيا نعرفه وذقته، من اعز ما تاكل، حاجه حلاوه لا رأت عيني يعني في حاجب العيون. يعطيك الصحه سي محمد طيب شمانجي، نورتنا.